العربية والأفريقية. صحيح. يعني صحيح. مش أنا يعني هبخسه حقه، لكن أقصد أقول إنه في تقييمه وتحليل كابتن حد بحجم وقيمة كابتن طارق دياب، رغم إنه الأهلي في أوقات كتير جدا كان قاسي على الأندية التونسية، ولو تعاملنا معاه بمنطق الإعلام في مصر هنا من الممكن إن هو دايما يجد مبررات للإخفاق، يجد شماعات يعلق عليها تفوق الأهلي المستمر وإخفاقات الأندية التونسية، لكن الحقيقة الراجل منصف وموضوعي لأقصى درجة. يعني أستاذ أحمد، هنا الواقع بيفرض نفسه. الموضوع منتهي. يعني أنت بتقابل النهارده حتى شوف إحدى صفحات المنتمي لنادي الترجي التونسي كتبت وقالت حاجة مهمة جدا، قالت سنة 2001 لما الأهلي اتقابل مع الترجي في نصف النهائي اللي هو الجون الشهير لسيد عبد الحفيظ في مرمى محمد الزوابي، قال لك وقتها كان الأهلي 2 دوري أبطال وكان الترجي 1 دوري أبطال، يعني لو كان كسب كان بقى 2 زي بعض، وبعد كده كان كمل تاني. قال لك تعالى النهارده الأهلي بقى 11. أيوة. بقى 11 وهم خدوا 2 كمان أو 3 كمان حاجة كده، فبقت والأهلي متفوق على اصحاب المركز الثاني والثالث مجتمعين. يعني الاهلي عنده 11 لقب، الثاني مازيمبي والثالث الزمالك اعتقد. لا الثاني لا 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 الزمالك الثاني هو ومازيمبي الاثنين 5 على بعض، يعني 5 و5 يعني بيتفوق عليهم بالظبط في المجموع 11 والزمالك بترتيب الحروف الابجديه يجي مازيمبي قصدي والزمالك يجي مازيمبي في المركز الثاني والزمالك في المركز الثالث. عايز تحطهم الاثنين مع بعض؟ لا لا الزمالك قبل طبعا، لان الزمالك حتى يعني اصلا جاب الخمسه من قبل ما مازيمبي يعدي. خد بالك النقاط يعني لو جيت بترتيب الكاف لافريقيا هتبقى حاجه تانية، هتبقى قصه تانية. انا فاهم، لكن انا بتكلم على البطوله نفسها. رامي ربيعه لوحده ومحقق خمسه بالظبط. عايز اقول لحضرتك ان يعني استكمالا اللي كلامنا بقى، الاهلي راح في حته تانية، في ليفل تاني خالص الموضوع. بقى النهارده انت بتتكلم في رابع مره على التوالي ان شاء الله كاس عالم الانديه، وان شاء الله خامس مره على التوالي السنه الجايه، انت كده كده باذن الله ضامن المشاركه. فانت رحت في ليفل تاني خالص، براند حتى تاني خالص، ارقام فلكيه. يعني امبارح الهدف حقق الاهلي مثلا ماديا، يعني خلينا نقول لحضرتك مثلا من 2 مليون دولار اللي هو الوصيف ل 4 مليون دولار بلس كاس عالم الانديه، هتاخد اللي هو الحد الادنى مليون ان شاء الله. الاهلي طبعا ما بيكتفيش بالمليون، بيزيد. فكل دي براندات اعلى مع نقاط اكتر، ان انت عندك فرصه السوبر الافريقي اللي هتقابل فيها اتحاد العاصمه الجزائري، بيديلك نقاط اكتر. انت اصلا كده كان مش محتاج يعني، انت بعيد. لا لا لا، بس انت هتبعد اكتر. احنا بقالنا كتير جدا في السادسه، يمكن من شهرين تقريبا، قلنا انه الاهلي السنه دي قدامه هدف وفرصه تحقيق السباعيه. انت حققت 4 من 4، قدامك 3، 5 جايه، قدامك دوري وسوبر باذن الله محسوم، وسوبر افريقي وكاس مصر. بالظبط، سباعيه هتكون تاريخيه وكل الفرص مهيئه لتحقيق السباعيه دي. صحيح. ومن بعدها هنتكلم بقى في كاس عالم، وكاس عالم انا هحط له حلقات وحلقات، لانه انا بتمنى الحقيقه انه الاستعداد للبطوله دي يبدا من بعد عوده مستر كولر من الاجازه. مستر كولر واخد اجازه اسبوع، هيرجع من بعدها، وطبعا الفرقه كلها واخده اجازه اسبوع باستثناء اللعيبه اللي تم اختيارها للمشاركه مع منتخب مصر، دول استنوا في المغرب، والمحترفين موجودين تونس وفي تونس معلول وكريستو وجنوب افريقيا بيرسيتاو ومالي اليو ديانج. فبالتالي مع عوده مستر كولر اعتقد ان البطولات دي هيبقى طبعا هدفنا التتويج بيها، وان شاء الله في المتناول، لكن الاهم ازاي تحضر لكاس العالم. طب خليني اخدك الاول لمشوار البطوله يا استاذ محسن. صحيح، لانه البطوله دي انا قلت في اول حلقه يمكن يختلف عليها بين جمهور النادي الاهلي في انها الاغلى، يعني ممكن حد يشوفها هي الاغلى، ممكن حد يشوف النجمه التاسعه الاغلى، ممكن حد يشوف بطوله الصفاقسي الاغلى، يعني هنختلف، لكن ما حدش يختلف انها ان لم تكن الاصعب فهي واحده من اصعب البطولات اللي توج بيها النادي الاهلي على مدار تاريخه. خليني اقول لحضرتك طبعا مش هنضحك على نفسنا، جمهور الاهلي عنده التاسعه رقم واحد، هو النبي لو كسبت التسعين حتى التاسعه رقم واحد، ده موضوع منتهي وده اسبابه منطقيه جدا، انت مع الغريم المنافس التقليدي نادي الزمالك، والمباراه كانت تقريبا اذا كان الزمالك بالنسبه لبعض جماهير النادي الاهلي هو المنافس الاول محليا، فبالتالي في قاعده من الجماهير شايفه انه الوداد هو المنافس الاول قاريا. يعني لا 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 اختلف طبعا مع الكلام ده. لا لا الوداد في الفتره الاخيره اكتسب الخبرات وظهر في النهائيات. لكن الوداد مثلا ما كانش معاه الا بطوله واحده سنه 92 او 92 تقريبا اللي كسبها من الهلال. وبعد كده 2017 بعديها، يعني شوف الفجوه الزمنيه بعيده جدا. 2017 ل 23 اربع نهائيات كسب متوج كسب اثنين وخسر اثنين، الترجي والاهلي، وكسب الاهلي كم مرتين ومتواجد وبصفه نهائيه 5 مرات. عشان كده بقول هو منافس الاهلي قاريا في الوقت الحالي. لا ما اقدرش في الوقت الحالي هو اكتسب الخبرات.
أيوة. وشابوه بصراحه لسعيد النصير رئيس النادي ولكل الفريق ده ان هو قدروا ان هم يطوروا من الفريق في الفتره الاخيره فعلي وظهر وبقى يمكن طوال دوري او طوال تاريخ دوري ابطال ما حصلش ابدا ان فرقتين بيتقابلوا في النهائي مرتين متتاليتين الا مرتين الا مره واحده قصدي قبل كده الاهلي وكتوكو 82 والاهلي وكتوكو 83 وحصلت المره دي شوف من سنه 64 حتى يومنا هذا ما حصلتش قبل كده ما اتكررتش والمرتين كان فيهم الاهلي ف 82 83 الاهلي خدها 82 وكتوكو خدها 83 المره دي برده كان فيها الحسن على الاهلي ان الوداد والترجي ما تقابلوش مرتين ورا بعض لا 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 خالص ما تقابلوش مرتين ورا بعض هم اتقابلوا 2011 و2019 تمام في المرتين خدهم الترجي لكن ورا بعض ما حصلتش الا مره واحده 82 83 الاهلي وكتوكو و22 23 الاهلي والوداد وفي المرتين سبحان الله انصفت الاثنين يعني ده مره وده مره وده مره وده مره لا احنا 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 في حته زياده احنا لعبنا ثلاثه نهائي ورا بعض من الاربعه ثلاثة في مركب محمد الخامس خدنا اثنين منهم احنا شويه دي بلس في مركب كمان. محمد الخامس تزودنا حته دي بلس لكن البطوله ليه غاليه خلينا ابدا الحراك من دور المجموعات وخدها مني تصريح دور المجموعات ده لا يعبر ابدا عن قوه الفرق بدليل انت لما تشوف دور المجموعات يعني قبل ما نتكلم على صعوبه تاهل الاهلي التاهل الدراماتيك اللي حصل للاهلي لكن مثلا عند فريق الرجاء اكتسح دور المجموعات يعني خمس انتصارات من سته وتعادل وحيد والترجي اول عن جداره وسان داونز اول عن جداره ومع ذلك يعني عايز اقول لك انه مش معبر مش مكسر المكسر الحقيقي في دور الابطال بصراحه من دور من دور الثمانيه ودور ربع النهائي نصف النهائي وان هو ده اللي القوه بتزداد فيه. الاهلي بقى لما تيجي تشوف لم يكن ابدا اعتباطا اهدار اطهر الطاهر ضربه الجزاء ده القدر هو اللي عمل كده لما تيجي الناس كلها يعني لو تتذكر اول ما ضربه الجزاء دي ضاعت اول ما اتحسبت الناس كلها قالت خلاص خرجنا والحكم مش عارف ايه والكلام اللي احنا عارفينه وسان داونز مش عارف سايب ايه اول ما اتصدت كل جمهور الاهلي كتب حتى على السوشيال ميديا البطوله بتنادينا يا جماعه البطوله دي بتاعتنا والله عايزانا كلها عامله كده انا كنت بقول في اول حلقه من يعني قلت لو في مؤلف دراما وخيال مش علمي هيجي كده ورومانسيه يعني قالوا لهم جمعوهم قالوا اكتبوا قصه بطوله ما فيش حد عارف يكتب عشان كده سيناريو بطوله زي اللي عمله الاهلي بطولات حلوه في الاهلي يعني من قمه الاحساس بالمراره صحيح. وضعف الموقف لمنصه التتويج من النقيض ما انا عايز اقول لحضرتك على حاجه هو كان ممكن مثلا ايه الاهلي يصعد عادي من دور المجموعات مفيش الدراما دي بالزبط. ويكسب عادي وحتى في ماتش القاهره ما بوهره ما يجيبش الجون وانت تجيب يا عم الثالث فتبقى احلى بطولات حققها الاهلي في تاريخه بالشكل ده هي البطولات اللي جت بالظبط